نروح لماتش الاهلي. الاهلي عنده اصابات فجاه، رضا سليم مشكله، كان بيرستا عنده خدمه ورجع، كان كهربا بس اتمرن النهارده وامبارح شويه تمام، صلاح محسن اصابه، مودست مش متايد، نيدفيد فجاه اصابه قبل ماتش سان جورج الاولاني بجانب طبعا السليه ومتولي المباراه دي تجهيز البطوله. هل في اي الم من الاصابات؟ لا ولا اي حاجه. هو كهربا كان اتمرن خلاص، هل ممكن الراجل يديله ولا ممكن يبقى يكون يلعب بمثلا بس التاو؟ هو مشكله اصابه ولا حاجه؟ هو كان عنده شد. شد؟ اه كان عنده. لا ما هو مش هيتوقف، احنا بقى لنا 3 احنا ما بنتكلمش عن الوقف يا كابتن، ده صعب قوي يعني. ما هو الكابتن عبد الجليل مش متعود منك ان هو الصدقه ابدا. يعني انا حاسس. لا والله ما بتكلم. انت بتتكلم والله ما بتكلم على الوقف خالص. لا ما فيش وقف وما فيش اصابه. لا ما بتكلمش والله على حاجه. هو 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 كان مصاب. انا اصلا هو طالع من الماتش اللي فات كدمه، بس كدمة. كان عنده شد وما اتمرنش لما خرج من الماتش يعني ولا تاني يوم حاسس. طيب انت في الفيلر وقلت دي مباراه البدلاء وي 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 ومش مرشح علي معلول اللي يبدا، تتراهم معايا على الهواء ان يلعب عليه معلول؟ اه انت قلت كريم الدبيس هيلعب وهو المفروض كريم اللي يلعب المفروض، ومفروض مصطفى شوبير اللي يقف. تخش لي الرهان بقى فيها دي. الشناوي وعلي هيلعبوا برضه، بس هو لو غير اصل كولر مش هيغير بتلعب اكتر من ثلاث لعيبه في الملعب. مش هيغير خالص صح؟ يعني ممكن يلعب ياسر ابراهيم مكان رامي دي ماشي. انا بقول لك مش هيلعب في مركزين ممكن اتنين. كوكا يلعب مكان مروان او اليو ديانج عادي. ممكن يبدا بكوكا مروان. عادي اه طبعا عادي. طب عبد القادر شمال. هي الاثنين اللي مش هيلعب فيهم في هي بقالنا سنه بنقول الشناوي ومعلول، بس هي دي. لو صدقت يبقى انت لا بتحضر التمرين مع كولر وبيديك التشكيل وبتاع. لا لو صدقت انا بقعد مع القهوه مش بقعد نمس. يا لو وصلت ان انا قلت تدبسه ولعب اه احنا نبقى يعني انتيك. لا يبقى خلاص. انت مش مره لعبت السليه وهو كان في قلت لك البيت تعبان، اقول له يا عم ده ما نزلش التمرين، يقول لي هيلعب يا عم. لا يقول لي ولقيته في الملعب هو بيتصل بيه. بس اقصد مش هتيجي ليك فرصه ثانيه انت ضامن فيها التاهل او ماتش مضمون حتى دي. حتى في الدوري انت في الاخر بتبقى بتلعب عايز 3 نقط يعني. حتى لو ماتش سهل في الدوري انت بتبقى عايز تاخد ال3 نقط، او في الكاس عايز تكسب حتى لو الفرقه اللي قدامك اقل منك. فانما ده ماتش المفترض انه يعني للتجارب. الاهلي كان في ماتش السنه اللي فاتت في اخر الدوري كان ماتش خلصان برضو مع في الكاس او حاجه، وبرضو لاعب علي ولاعب الشناوي وكانت فرقه ضعيفه جدا. لا بس السنه اللي فاتت كان هو عنده برضو فكره انه عايز يحقق اكبر نقاط في تاريخ. كان هو برضو في الاخر قبل ما تحصل تراجع في اخر ماتشين ثلاثه ريكورد شويه وكان عنده ماتش الزمالك فكان برضو عايز يلعب فول تيم لو تفتكر. فلما حصل تراجع في ما هو 3 و3 نص دسته يعني الماتشين. لا ما هو احذف نزهه يعني بجد. كابتن هو الاهلي هيعدي سهل يعني الماتش. طب ومالك زعلان ليه كده انت؟ زعلان هو خلاص هو الاهلي معاه بيلعب سان جورج الماتش. وبعدين الاهلي في بطوله وبعدين الاهلي في بطوله والزمالك في بطوله كده كده يعني يعني مش فارق مع كابتن احمد اي. لا مش فارق معاه ازاي؟ مش فارق معاه ايه؟ كده الزمالك في الكونفدراليه الاهلي دوري الابطال كده كده مش هيتقابل يعني في. لا عادي ما في كاس السوبر ممكن يلعب حد في كاس السوبر. انهي سوبر؟ سوبر افريقي. ما هو مش هيشترك الافريقي ماشي. انا بتكسر مع السوبر البتاع. انا في بالمناسبه كاس السوبر انا زعلان والله انه مش هيشترك والله بعيد. بص انه هيشترك او مش هيشترك وان دي لائحه او مش لائحه او ننفذ اللائحه وكل ده انا بعتب بس على اللجنه اللي موجوده. كان يجب ان هي تمارس دورها. انا دايما بقول ايه؟ ان القانون خد كل خطواتك القانونيه كيفما شئت. يعني حتى في قضيه الكهرباء كنت اقول كده، في بيراميدز كنت اقول يعني انتقدت لجوء للنائب العام للسيد النائب العام. لكن ياخد خطواته القانونيه من حق اي حد من حقه يلجا للخطوات القانونيه المشروعه. ما حدش يقدر يتكلم. فامبارح بس اول مره وجبتوا 4 فرق تانيين احنا هنستضيف كاس السوبر. هو مالوش علاقه والله. هم مدخلين مجلس ابو ظبي ليس عشان بقول تاني اهو يشيل اللود من عليه. بس بقول تاني اهو اي حد يقول غير اللي انا بقوله يفتري. انا ما اعرفش مين اللي قاله. ايوه انا بقول لك هو النهارده بتتكلم في ان مجلس ابو ظبي هو ماله بالموضوع اصلا؟ هو مالهم بالموضوع؟ انا اللي بقول لك انا ما بتوقعش يا كابتن احمد. انا بقول انا شخصيا تواصل قال له احنا ما عندناش مشكله. قالوا لنا كده بلغوهم كده رسمي. اي 4 فرق يجوا رسمي؟ بقول لك بلغوهم رسمي. وبعدين هم مجلس ابو ظبي بينظم لجل الكره المصريه مش عشان فلان او علان يعني. هو ما لهمش علاقه. ده شأن اتحاد الكره المصري. وهم حتى بيقول لك هو ماتش الاهلي والزمالك في السوبر ده كانوا هينظموا الماتش لغايه قبلها 48 ساعه والتذاكر وكل حاجه. لما اتحاد الكره قال ان هشارك عملوا ايه؟ غيروا كل حاجه في ثانيه يعني. خد بالك ما اعترضوش ولا قال لك اجل الماتش
لا لا يلعب لا ما اقصدش الناس بالنسبه لهم هو موضوع. تنظيم مباريات يعني هو في الاخر هو منظم اتحاد الكره فقط. بيدينا معلومات برضو لا وما بيديش معلومات هي الموضوع واضح وصريح من الاول خالص. طب انا بس عايز اسال سؤال هو الوقت اللائحه بتقول كذا 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 هو هل مش من حق اللجنه في الزمالك دي مش يجب ان هي تقدم احتجاج او التماس للجنه الاستئناف مش من حقه خليهم في الانتخابات بقى الناس جايه عشان الانتخابات بس انا معاك في ده كابتن لو قدموا التماس وده وصفحه جديده لا لا, لا, لا هو هو الموضوع ولا هيرفض كابتن عبد الجليل لا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعي قناه اكسترا كوره هنستمع مع بعض لأهم أخبار النادي الأهلي. لعنة الإصابات تضرب النادي الأهلي قبل مباراة العودة أمام سان جورج الإثيوبي. هنتعرف على الإصابات وهنعرف كل واحد عنده إيه. طيب أول حاجة كهربا. كهربا وكهربا أولا أصيب بشد ألام في العضلة الضمة خلال مشاركته في مباراة الذهاب أمام سان جورج الإثيوبي طبعا اللي هي المباراة اللي فاز فيها الأهلي بثلاث أهداف مقابل شيء وكهربا دلوقتي بيخضع لفحص طبي علشان يحدد حجم إصابته ويعرف هل هيشارك في التدريبات الجماعية قبل المباراة أو هيشارك في المباراة ولا لا ده بالنسبة لكهربا نيجي للعيب الثاني وهو صلاح محسن طيب عارفين ان بعد مباراة الذهاب اللي كانت ما بين سان جورج الإثيوبي والأهلي اللي انتهت ب 3-0 كولر جه في اليوم الثاني وعمل تدريبات على هامش التدريبات دي عمل تقسيمة التقسيمة دي ما قررش يشارك فيها اللاعيبة الأساسيين اللي شاركوا في المباراة 90 دقيقة ولكن اللاعيبة اللي نزلوا احتياطي أو اللاعيبة اللي موجودين على الدكة هم دول اللي شاركوا فدي فعمل المباراة كانت ما بين البدلاء وما بين فريق الشباب للنادي الأهلي تعرض فيها صلاح محسن للإصابة في العضلة الخلفية ودي طبعا ولسه الجهاز الطبي للأهلي بيترقب الإشاعات علشان يعرف اللاعب هيغيب قد إيه وإمتى هيعود للتدريبات طيب بالنسبة للتدريبات النهار اللي هي أمس في على هامش التدريبات الجماعية الرضا سليم عانى من إصابة في الركبة وخضع لأشعة لحسن موقفه أيضا من مشاركة بطل إثيوبيا وطبعا عارفين ان أنتوني مودست ما يحقش ليه ان هو يشارك في دور 32 من دوري ابطال افريقيا علشان اللعيب يتأيد في فترة سبتمبر اللي هي من 1 ل 30 فطبعا طالما اللعيب يتأيد من 1 ل 30 فلا يحق له ان هو يشارك في دور ال 32 هيشارك ان شاء الله في من اول ادوار المجموعات ده بالنسبة للاعبين والإصابة الأهلي أو كولر بيفكر في إيه علشان يعوض الغيابات دي كلها في حال إن محدش منهم يشارك فهو عنده أوراق كتيرة جدا ممكن يدفع بيها سواء كان أحمد عبد القادر أو طاهر محمد طاهر أو بيرسي تاو أو أحمد عبد القادر وحسين الشحات فدول ممكن يعوضوا التشكيلة دي بشكل كامل بحيث ان هم يقدروا يأدوا برضو اللي كان بتأديه التشكيلة دي وأكثر بيرسي تاو هو اللي ممكن يكون راس حربة لأنه أداها بشكل كبير احمد عبد القادر شمال او يمين بيلعب الاثنين حسين الشحات برضو بيلعب اثنين بس الافضل ليه الشمال وتاني طاهر محمد طاهر بيلعب ناحيه اليمين فمنهم اللي ينزل اساسي واللي هيكون بديل مكان دي ده بالنسبه للاصابه اللعيبه وتعرضوا ليها طيب اللي استأنف الفريق الاول لكره القدم مساءه طبعا امس علشان بيستعد للمباراه اثيوبيا مباراة بطل اثيوبيا اللي هتكون ان شاء الله يوم الجمعة هتكون في الساعة 9 مساء في العودة في مباراة العودة في دور 16 لدوري ابطال افريقيا بالنسبة للبطولة المستحدثة اللي هي دور السوبر الاهلي خلاص هيقابل سيراميكا كليوباترا في المباراة الاولى ببطولة كأس السوبر للاندية الابطال التي اعلن الاتحاد الكرة واللجنة المنظمة على نظامها ومباراتي نصف النهائي كده الاهلي هيقابل سيراميكا كليوباترا وحسب نظام الرابطة فان المباراة الاولى ستجمع بين بطل الدوري وبطل كأس الرابطة فيما المباراة الثانية ستجمع بين وصيف الدوري وبطل كأس مصر
وبطل كأس مصر أو ومن تأهل حسب نظام البطولة. أعلنت اللجنة حصول الفائز ببطولة السوبر على 250 ألف دولار وميدالية ذهبية، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 125 ألف دولار وميدالية فضية، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 75 ألف دولار وميدالية برونزية، بينما يحصل صاحب المركز الرابع والأخير على 50 ألف دولار مكافأة مشاركة. يقام الحفل إن شاء الله، يعني قام الحفل في تمام الساعة 9 مساء أمس على قناة أون تايم سبورتس. دي تفاصيل المشاركة وتفاصيل الإصابات اللي موجودة في النادي الأهلي. طيب بالنسبة لبيرس تاو، بيرس تاو دلوقتي برصيد هدفين، يحتل يعني هو هداف البطولة لحد دلوقتي في الدوري المصري، يليه فادي فريد بهدف، وعمر كمال بهدف، محمد سمير بهدف، عبد الله السعيد هدف، احمد رفعت هدف، رمضان صبحي هدف، يوسف اوباما هدف، ابراهيم عادل هدف، الان الشمبادي هدف، حسام اشرف هدف، وعبد الرحمن اسامه هدف. بالنسبة لتدعيمات كولر، كولر بيفكر في أكتر من لاعب لتدعيم خط الدفاع في الفترة القادمة، طبعا في ظل الإصابات اللي موجودة من محمود متولي وخالد عبد الفتاح، وكولر عايز يعتمد على بعض اللعيبة وبيشوف هل هيصعد لعيبة من مواليد 2005 أو 2003، ولا هل هيجيب لعيبة من بره. ده اللي هنعرفه إن شاء الله خلال الأيام اللي جاية.